أستاذ وسام الأمير، أهلا وسهلا فيك على الكاميرا ميوزيك نيشن. مرسي لكم، مرسي لميوزيك نيشن هيدا الموقع العريق. سلم لي على خالد كتير، يعطيكم ألف عافية. أستاذ وسام، نحن اليوم موجودين بحفل إطلاق ألبوم نهوة بعد كذا شهر على إصداره بسبب الأوضاع. خبرنا قديش بيعني لك هيدا الحدث، خصوصي أنه نهوة أنت أطلقته. هيدا الحدث بيعني لي كتير، لأنه أنا بالآخر مؤمن أنه المطرب بلا صحافي مثل العصفور بلا جوانح، ما بيقدر يوصل لمحل. وهيدي الجمهرة الصحفية اللي شفتها أنا انبسطت فيها، وهيدا المطلوب لنهوة، وهيدا الحجر الأساسي بشهرة نهوة، أنه يكون في هالجسم الصحافي اللي هالهيكي هالصحفية مهتمين وعم بيشتغلوا لها وعم بيحكوا عنها، مش ضروري يبخروا فيها على طول، بس المهم يكون الاحترام والحب موجود. وأطلقنا الألبوم مثل ما شفت أنت، يمكن أتعس الظروف، عم نحس حالنا غرب إنه نحن جايين نطلق ألبوم بظرف لهذا الظرف، بس بالآخر بضل عنا الأمل إنه بكرة يكون أحلى، متمسكين بهالأمل وعلى هيدا الأساس نشتغل، وإن شاء الله يكون كل يوم أحلى من يوم لنقدر نعطي الأحلى والأحلى. أستاذ وسام، دايما بنشهد وبنشوف إنه وسام الأمير عرب النجوم، يعني إذا اختلفوا أستاذ وسام الأمير بيجمعهم، إذا اختلف شي فنان مع شي صحافة أستاذ وسام الأمير بيجمعهم، إذا في شي فنان بده يطلع جديد أستاذ وسام فوتوا على روتانا. خبرنا شو هالعلاقة، شو سره؟ هيدا شي الحمد لله إنه ما عنديش عداوات، وبحب كل الناس تكون متفقة ويكونوا على صلح دايم، والمحبة بتجمع، وأنا بحب كل الناس وبحب تشوف الصلح سيد المواقف على طول، وكل العمر ما بيحرز إنه الواحد يخانق هيدا ويخانق هيدا ويقتل هيدا ويضرب هيدا من هذا المنطلق. وأنا طبيعتي هيك، والحمد لله شي بعتز فيه إنه ما عندي عداوات، وكل الفنانين وكل الصحفيين وكل الناس بتكن لي كل احترام ومحبة، لأن أنا هيك وبشتغل هيك ورح كفي هيك. أستاذ بيسام، سمعنا لك أغنية مش من زمان على الإذاعات، الألبوم أيمتى وين صار؟ ألبوم لإلي أنا ما عندي، عم بحضر سينجل بينزل بعد رأس السنة إن شاء الله، تحسن شوي هالأوضاع كمان، وفي مشروع ديجو أنا ومطربة نحكي عنه بوقته، هيدا على صعيد الخاص، بضل في هيك شوية ألحان وأغاني لزملائنا المطربين. لمين في أعمال جديدة؟ في هلأ اللي بده ينزل قريباً بعتقد بعد العيد دغري فارس كرم، في عندي عم بحضر غنية لنجوى كرم، في عندي بلشنا نحضر لملحم زين، في عندي عامر زيان كمان بألبومه جديد نازل، في عندي أغنية للورا خليل نازلة قريباً، يعني هودي هلأ بين إيدي هلأ اللي عم نشتغل عليهم. شو الفرق اليوم، أو شو ليش اليوم نهوة بشبهوها بست نجوى كرم؟ صار التشبيه من خلال الاسم، إنه نهوة ونجوى، وبيعرفوا علاقتي بنجوى قداش قوية، وفكروا إنه في خلاف بيني وبين نجوى، بس هيدا شيء ما خصه بهيدا أبدا أبدا. نحن اخترنا الاسم لأنه الاسم اسم حلو واسم عربي، نهوة، وفي تفاؤل، نهوة يعني نعشك محب، هيدا كل الموضوع، ما في شيء تاني. سمعت ست نجوى كرم الألبوم؟ ما سألتها، بس بتصور مجاني نوم سمعتها وحبتها. سيد بسام الأمير، كلمة أخيرة لكل اللي عم بيشوفوا هلا عبر ميوزيك نيشن. أنا بحييكم، بشكركم، بتابعوا أخباري على عندكم، وبحييكم على الموقع الراقي والنظيف، ويعطيكم ألف عافية ومرسي لكم.